بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت اللجنة العليا المستقلة للانتخابية يوم أمس عن قائمة المترشحين بالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة. نحب اليوم نتوجه بتقديري للمترشحين لهذه المسؤولية الوطنية السامية، كما أتمنى أن تكون الحملة الانتخابية القادمة مناسبة للسمو بالحوار إلى أعلى المستويات، ولتقديم أفضل التصورات وأفضل الأفكار وأفضل البرامج من أجل خدمة تونسنا العزيزة. كما أدعو المترشحين إلى ضبط إطار اللي يمكن من التنافس من أجل تونس، التنافس النزيه وعلى أساس الاحترام المتبادل. كما أقترح على المترشحين الالتزام من الآن بدعم الرئيس اللي باش يختاره الشعب التونسي على أساس تقديم أفضل التصورات وأفضل الأفكار ووضع على ذمته كل العلاقات اللي يمتلكوها مختلف المترشحين والمترشحات. مناسبة بالنسبة لي أيضا باش نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعدني وعاوني من خلال التزكية والتزكيات اللي جات من مختلف القطاعات ومن مختلف جهات الجمهورية. كما نحب مسبقا نشكر كافة الإخوة والأخوات مواطنين مواطنات اللي معناتها باش يساندوني خلال الحملة الانتخابية من أجل تقديم أفضل التصورات وأفضل الأفكار من أجل خدمة بلادنا العزيزة. مع شكر.